اهلا بكم من جديد. وزي ما تابعنا وشفنا طبعا يعني انجازات فريق الكره الطائره رجال والبطولات التي تحققت خلال العام الماضي، وبالتالي في هذه اللحظات يسعدني ان يكون معي على الهواء مباشره الكابتن محمد مصلحي ميدو المدير الفني لرجال الكره الطائره بالنادي الاهلي. اولا برحب بيك ومبسوط ان معاك النهارده ومنورنا في برنامج الاهلي في كل مكان. ربنا يخليك، اهلا بيك واهلا بكل النادي مشجعين النادي الاهلي. اولا عايز ابدا معاك باللقطه الاخيره وانت بتتفرج على الفيلر الصغير ده وانت واخد بطولات وبطوله افريقيه وسط جمهور النادي الاهلي وتكريم الاتحاد الافريقي ومجلس الاداره على الانجاز اللي حققه رجال الطياره. والله الحمد لله الموسم اللي فات كان مثمر جدا، قدرنا ان احنا نحقق فيه الثلاث بطولات اللي خططنا ان احنا ندخلهم، دوري وكاس وافريقيا. شويه اللقطات اللي جت دي طبعا فكرتني ببطوله افريقيا كانت حلوه جدا، وكان سبب مباشر من اسباب الفوزنا طبعا كان الجمهور في الماتش النهائي مع طلاء الجيش، فكانت ذكريات جميله جدا يعني. ان شاء الله باذن الله تستمر هذه الذكريات وتبقى كمان لمستقبل قادم يعني تحققوا كل البطولات باذن الله. باذن الله ان شاء الله. طيب ابدا معاك بالحديث عن النادي الاهلي، يعني الموسم الماضي عملتوا كل حاجه، فزتوا بالدوري، فزتوا بالكاس، عملتوا ثنائيه، بعد 3 سنوات استطعتوا ان انتوا تضعوا النادي الاهلي من جديد في صداره الكره الطائره داخل مصر. الموسم القادم وانت وصلت للمرحله او وصلت للتوب فورم، يعني انت خلاص وصلت للمقدمه وبقيت على المركز الاول، وعشان تحافظ على ده لازم تستعد بشكل مختلف للموسم الثاني. تستعد ازاي للمرحله الجايه في ظل صفقات جديده وتدعيم لفريق الطايره وبطولات كتيره كمان في الموسم القادم؟ طيب انا هكلم حضرتك دلوقتي عن الجزء اللي فات اللي هو السنتين اللي فاتوا. قبل ما ابدا اي حاجه لازم في اخفاقات النادي الاهلي السنتين اللي هم سنه 2014 15 15 16 الاهلي كان بينافس برضو، كان في لعيبه انا يعني احترمهم جدا، هم 5 لعيبه يعني هم انتشروا النادي الاهلي من ان هو يعني صارع فعلا ان هو يبقى تحت، لكن هم الخمسه دول قدروا ان هم يخلوا النادي الاهلي دايما في منافسه حقيقيه على كل البطولات اللي دخلها رغم الاخفاقات. خدنا 2 بطوله افريقيا رغم الاخفاقات ديت او ال3 سنين دول اللي هو حسام وقطب ومعوض وعبد العال وعبو. الخمسه دول كل التحيه ليهم والتقدير على كل ما قدموه خلال الفتره اللي هي فتره السنتين اللي هو كان فيهم اخفاقات. هاجي لك، انا مسكت الفرقه سنه 2017 كان مطلوب مني ان انا ارجع دوري وكاس لان احنا كنا سنتين قبليهم ما خدناش حاجه. قدرت الحمد لله ان انا اجيب صفقات كويسه قوي، ان انا يعني اجمع شباب مع خبره، قدرنا نجيب منعم وعبد اللطيف ومحمد عادل وسعيد، ناس كويسه جدا، قدرنا ان احنا ننافس على الدوري لغايه اخر فرصه وكسبنا افريقيا في تونس. كان عليا السنه اللي لما تم التجديد الثقه فيا السنه اللي فاتت كان عليا ان انا اجيب لعيبه خبره شويه كمان، استعنت بعبد الله عبد السلام، قدرنا ان احنا نرجع، ده مهم جدا ان احنا نرجع اولاد النادي الاهلي. اولاد النادي الاهلي يعني يعرفوا يعني ايه النادي الاهلي، يعرفوا يعني ايه بطولات، يعرفوا يعني ايه منافسه، يعرفوا يعني ايه نقطه مهمه جدا بالنسبه لكل حاجه، يعرفوا يعني ايه جمهور النادي الاهلي. فكان عبد الله عبد السلام نقطه مهمه جدا ان انا نرجعه للنادي الاهلي، قدرنا الحمد لله رغم الولد كان عنده عروض كتيره جدا في تركيا وروسيا وغير ان هو كان نادي الجيش كمان كان عايزه لكن هو كان لاعب فيه، فقدرنا نرجعه الحمد لله، كان نقطه مهمه جدا. وقدرنا ان احنا نجيب شكري الجويني من نادي الترجي، ومع الفرقه اللي كانت موجوده الحمد لله رب العالمين حطيت اول حاجه لازم كنت اغير دماغ اللعيبه، دي كانت مهمه جدا، حتى ان انا ما كنتش بكلمهم كتير قوي في الفولي، عملنا محاضرات كتير بره الفولي خالص، واتصلت بالمحاضرات دي اتصلتها بالفولي لزقتها بالفولي يعني. الحمد لله الاولاد اتغيروا، يمكن اكتر واحد غيرت دماغه هو كان ربنا يشفيه احمد قطب، اتغير تماما، عرفت يعني غيرت عقليته ان هو لعيب محترف، كل ما هو يبقى يدي اكتر كل ما سعره هيزيد، كل ما هو هيطلب بره كل ما احنا كمان ممكن سعره يزيد وعقده يزيد. احمد قطب عمل موسم هايل جدا، ده كل اللعيبه، لكن ربنا يشفيه ويعافيه بقى من الاصابه اللي حصلته في بطوله افريقيا وان شاء الله يقدر يقوم. فهي دي كانت اهم حاجه بالنسبه لي ان انا اغير ثقافه اللعيبه ومخهم ان انت كل ما تدي كل ما سعرك هيزيد، وده اللي حصل السنه اللي فاتت. قدرنا ندخل بتخطيط واحد مع دوري وكاس وبطولة افريقيه، ما بصيتش لاي حاجه ثانيه، لا بصيت للعربيه ولا اي حاجه، وهو ده كانت ميزه مهمه جدا ان انت عارف انت داخل تعمل ايه، تحقق هدفك، ايه الهدف بتاعي؟ كان هم ال3 بطولات دول. قدرنا ان احنا من شهر 7 لغايه شهر لغايه بالظبط 11/4 مركزين كويس جدا، اللعيبه صابرين صبح وبعد الظهر، اللعيبه كانت في منتهى الالتزام، الالتزام هو سر
من اسرار النادي الاهلي وسر من اسرار نجاح الفرقه السنه اللي فاتت ان احنا نكسب الدوري والكاس والبطوله الافريقيه. بخلاف كده كان يعني المشكلات اللي واجهتني هي ضغط الماتشات ورا بعض من شهر واحد لشهر لغايه 11/4 تقريبا ثلاث بطولات اتضغطوا اخر ثلاث شهور جدا 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 يعني لدرجه ان اللعيبه يعني كسبنا الدوري طلعنا معسكر بولندا رجعنا من بولندا على بطوله افريقيا على نهائي الكاس فكانت صعبه جدا ان الحمل التدريبي كان صعب ماتشات الكاس كانت بعد بطوله افريقيا ب 48 ساعه ما هو ده بقى يعني كان فعلا التحدي كبير جدا لا ومش مش مش اي تحدي ده ماتش الزمالك كان نهائي كان ماتش الزمالك فانا اصريت بعد الكاس اصريت بعد الكاس افريقيا ان احنا ناخد 48 ساعه لازم اجازه قدرنا فعلا ان احنا ناخد اجازه 48 ساعه واتمرنت تمرينه واحده وماتش اهلي وزمالك الزمالك كان تقريبا مريح كويس جدا قدرنا الاولاد قدروا يتحدوا نفسهم وقدروا يتحدوا الناس كلها وكسبنا الزمالك 3-0 في قبل نهائي الكاس وبعديها بيومين لعبنا الجيش وكسبناها 3-0 برضه. طيب كابتن ميدو انا عندي موضوعات كتيره يعني انا عايز اتكلم معاك وانت راجع من دوره العاب البحر المتوسط وكنت مدير فني لمنتخبنا الوطني وحاجه فخر طبعا لكل اهلاوي ان يكون مدير فني لمنتخبنا الوطني في هذه دوره الالعاب الاولمبيه من النادي الاهلي، لكن هسيب ملف دوره الالعاب الاولمبيه دلوقتي وهستمر شويه في الحديث عن النادي الاهلي لانك راجع وعندك طموحات مختلفه في الفتره القادمه. بتستعد ازاي في الفتره الحاليه وانت لسه الموسم ما تحددش ملامحه، هل هيبدا في شهر 9 في شهر 10؟ الصفقات الجديده قدرت كده خلاص تسد كل المراكز اللي انت كنت محتاج فيها لعيبه للمرحله القادمه، برضو الموسم القادم هيكون مشحون بالعديد من البطولات ولا نفس معدل البطولات اللي كانت موجوده في الموسم الماضي؟ طيب بالنسبه للسنه دي برضو قلت لك ان احنا كان مهم جدا نرجع اولاد النادي الاهلي للنادي الاهلي، قدرنا الحمد لله بمجلس الاداره نرجع النجم العالمي احمد صلاح بعقد 4 سنين، قدرنا نرجع النجم محمود رؤوف 4 سنين للنادي الاهلي، ودول ولاد النادي الاهلي متربيين جوه النادي الاهلي، يعرفوا يعني ايه النادي الاهلي. فدي بالنسبه للصفقات اللي جت. بالنسبه للفتره الجايه ان شاء الله احنا اجتمعنا امبارح انا والجهاز الفني والدكتور حسن عبد المجيد عشان خاطر نحدد ملامح الشهر الجاي بالذات لان معظم اللعيبه في المنتخب. فاللي هيبقى موجود في الفتره دي محمود رؤوف ومحمد عبد المنعم وعبد اللطيف عثمان ومحمد معوض دول هيبقوا موجودين يتمرنوا مع الكابتن تامر تايجر وحطينا البرنامج بتاعهم لمده تقريبا شهر ونص. طبعا هيبقى حمل بدني اكتر منه اي حاجه وان شاء الله نقدر نعمل طيب. حاجه واحنا هنتكلم للمرحله القادمه في فريق الطايره رجال. انا معايا برضو على التليفون دلوقتي الاستاذ ابراهيم الكفراوي عضو مجلس اداره النادي الاهلي. استاذ ابراهيم اولا برحب بيك في برنامج الاهلي في كل مكان وعبر شاشه النادي الاهلي. اهلا وسهلا استاذ محمد بحضرتك و للمشاهدين الكرام وكل الاهلاويه في كل مكان اهلا بيكم. ومعايا الكابتن محمد مصلح ميدو المدير الفني لفريق الكره الطايره رجال. اهلا وسهلا كابتن محمد ازي حضرتك ويا رب ان شاء الله باذن الله يبقى موسم موفق زي اللي فات باذن الله واحسن كمان باذن الله. واحنا بنتكلم على فريق الكره الطايره برضو ما نقدرش ننسى انجازات السباحه والعاب كره الماء اللي اتحققت خلال الفتره الاخيره وكان في حضور مهم جدا لاعضاء مجلس الاداره في ختام بطوله منطقه القاهره التنشيطيه في فرع النادي بمدينه نصر. كيف تابعت هذه الفتره وهذه البطولات والانجازات خاصه حضرتك احد الداعمين لملف النشاط الرياضي والالعاب الجماعيه والالعاب الفرديه؟ يعني الحمد لله يعني انت عارف طبعا النادي الاهلي بيتمتع بالرياده في كل الالعاب اللي بيشارك فيها سواء كانت العاب جماعيه او العاب فرديه. الالعاب الجماعيه حتى بعيدا عن كرة القدم برضو فيها جماهيرية والجمهور بيتابعها، لكن مجلس الإدارة ما بيغفلش وما بينساش الألعاب الفردية أو الألعاب اللي بنسميها الألعاب الشهيدة من ضمنها السباحة، الكاراتيه، البينج بونج، التنس، الاسكواش، الجمباز. كل الألعاب الفردية داخل النادي الأهلي بتحظى باهتمامنا طبعا وبنتابعها. احنا كنادي اهلي بنحاول بقدر الامكان نريح الناس ونريح الاعضاء ونريح اللعيبه بتاعتنا. فكان يعني الجهاز طلب انه يستضيف البطوله ووافق على استضافه البطوله واستضفنا جميع المراحل لحد النهارده اتلعب 16 مرحله وانا بكلم حضرتك اخر مرحله اللي هي مرحله 12 سنه ولاد وبنات بتتلعب. من ال 16 مرحلة اللي اتلعبوا احنا الحمد لله كسبنا 14 مرحلة ومتوقع ان احنا المرحلتين اللي شغالين دول باذن الله برضه نكسبهم ان شاء الله.
الجهاز بجميع افراده شغالين كويس قوي، والحمد لله شايفين نتائج كويسه. الالعاب الفرديه شرفتنا ودخلت وعملت انجازات كبيره خلال الفتره اللي فاتت في البحر المتوسط. بالنسبه للسباحه عندنا علي خلق الله ما شاء الله، يعني طلع الثالث في بطوله البحر الابيض المتوسط، واول مصري يخسر حاجز ال 22 ثانيه في ال 50 متر حره. عمل رقم قياسي. طبعا عمل رقم قياسي 97، وده اول مصري يخسر حاجز ال 22. علي ابن النادي الاهلي من وهو في البراعم، وعايش دلوقتي وبيدرس في امريكا وبيتمرن، لكن انتمائه للنادي الاهلي ما بينسهوش ان هو ابن النادي الاهلي ابدا، ودايما متواجد في البطولات ودايما بيساهم في الحصول على البطولات. دينا مشرف طبعا فتاه تنس الطاوله الذهبيه، و يعني سليله عائله مشرف للبينج بونج، والحصول على الميداليه الذهبيه في البحر المتوسط انجاز كبير للبينج بونج في النادي الاهلي وفي مصر طبعا. وعندنا برضو ديانا في الكاراتيه والميداليه الفضيه، حاجه تشرف النادي الاهلي، واهتمام قادم ان شاء الله بالالعاب الفرديه. وعندنا يعني برنامج للحصر كل اللاعبين اللي لينا امل فيهم في الاولمبيات القادم واللي بعد القادم ان شاء الله. وبصراحه تنظيم رائع، بطوله منطقه القاهره في فرع النادي بمدينه نصر، تدي فرصه بقى ان احنا كمان نطلب تنظيم بطولات دوليه في لعبه السباحه ولعبه كره الماء. والله بص، طبعا التنظيم ده يعني ده موروث في النادي الاهلي، سواء بقى في كره القدم او في اي لعبه ثانيه. يعني طبعا التنظيم في بطوله القاهره كان حاجه مشرفه جدا. حرم حمام السباحه ما فيهوش اي حد متداخل، كان تنظيم اكثر من رائع، وده مش غريب عن النادي الاهلي. النادي الاهلي متميز في تنظيم مباريات كره القدم، متميز في تنظيم البطولات الافريقيه. اتفرجنا على بطوله افريقيا للكره الطايره رجال وسيدات، والهاندبول رجال وسيدات. يعني الحمد لله النادي الاهلي عنده من الكوادر في جميع الالعاب اللي تقدر تنظم بطولات على اعلى مستوى. وطبعا حضرتك هاخد من حضرتك اللي بتقوله على بطولات الدوليه، ان شاء الله يبقى في فرصه النادي الاهلي ينظم بطولات النادي الاهلي الدوليه في اكثر من لعبه، وربنا يكرمنا ويقدرنا ان احنا نعمل حاجه تساهم على نشر الالعاب دي وعلى الرقي بيها على مستوى مصر اولا ومستوى النادي الاهلي طبعا. تمام، انا بشكرك جدا استاذ ابراهيم الكفراوي عضو مجلس اداره النادي الاهلي على هذا الحديث عن بطوله منطقه القاهره اللي نظمت في فرع النادي بمدينه نصر، كل التوفيق خلال الفتره القادمه. نخرج الى فاصل، ثم بعد الفاصل نعود الحديث مع الكابتن محمد مصرحي المدير الفني لفريق الكره الطائره رجال عن ما هو قادم بالنسبه للموسم القادم. اهلا بكم من جديد بعد الفاصل، ونستكمل الحديث مع الكابتن محمد مصلحي ميدو المدير الفني لفريق الكره الطائره رجال. كابتن ميدو، كنا بنتكلم عن الاستعداد للموسم القادم، يعني بتستعد بقى ازاي للموسم القادم في ظل حضرتك اتكلمت عن صفقات ولاعبين كان لهم دور كبير جدا معاك في المرحله الماضيه؟ زي ما قلنا اخر حاجه ان تم التعاقد مع احمد صلاح ومحمود رؤوف، دول من اولاد النادي الاهلي، وكان يهمني جدا ان اولاد النادي الاهلي يرجعوا تاني، لان هم دول يعرفوا قيمه النادي الاهلي واللي هيعلموا الشباب معنى كلمه النادي الاهلي، منهم طبعا النجم العالمي احمد صلاح. عملنا اجتماع زي ما قلت لحضرتك اخر قبل الفاصل، ان عملنا اجتماع مع الدكتور حسن وتامر وجمعه امبارح، ان الناس اللي هتبقى مع تامر ان شاء الله انا هروح المنتخب، بس طبعا هتابع معاهم كل فتره فتره. عملنا البرنامج بتاعهم هيمشوا ازاي الفتره الجايه لغايه تقريبا 9 شهر 9 لغايه لما اخلص بطوله العالم. احنا عندنا السنه دي اولا، احنا عندنا المفروض احنا في بصدد ان احنا ممكن نلعب بطوله العالم للانديه، في مفاوضات ما بين مجلس الاداره والاتحاد الافريقي والاتحاد الدولي، انا بقول ممكن، الله اعلم اذا كنا ممكن نلعب او لا. دي ان شاء الله هتتلعب في نهايه شهر 11 25 11 ل 2 12، تمام. دي اول بطوله. الدوري العام هيتلعب بعد البطوله العربيه في شهر 11
فانا كده هلعب ب 15 لعيب، هضطر طبعا استعين طبعا بناشئين من تحت، وهنا عيني عليهم طبعا يوسف صافي، يوسف مرجان، وعمر ياسر، ومحمد عثمان تقريبا، دول اللي هم هيشاركوا معايا فوق ان شاء الله. ودخلوا معاك الفتره الاخيره اعتقد في الموسم الماضي. يوسف الصافي بالذات شارك في فترات كتيره جدا، يوسف مرجان شارك في الاول هو وعمر ياسر ومحمد عثمان، لكن ان شاء الله السنه دي انا مخطط ان هم ياخدوا خبره اكتر مع اللعيبه ويتمرنوا اكتر كمان مع اللعيبه الكبار، لان دي طبعا حافز ليهم كويس قوي وتديهم خبره عاليه. فتقليص عدد اللعيبه او القائمه من 20 ل 16 ده طبعا بيضعني انا كمان في ورطه بدنيه، لان طبعا لازم كل اللعيبه تكون جاهزه بدنيا تماما يعني. فان شاء الله لازم اعرف بس التوقيتات بالظبط بتاعتهم ايه عشان نقرر، طبعا كل ده طبعا بعد موافقه مجلس الاداره ان شاء الله. طيب بالنسبه لك المشاركه في كاس العالم للانديه يا كابتن مصلحي، تارجت مهم ومشاركه مختلفه، انت بتطلع بقى من اللعب المحلي واللعب الافريقي لمستوى تاني، مستوى مختلف تماما. اخر مره لينا شاركنا في كاس عالم انديه كانت امتى؟ وشايف البطوله دي ممكن باذن الله يكون لنا نصيب ان احنا نتواجد فيها في ظل مباحثات ومشاورات ان الاهلي يكون متواجد في هذه البطوله؟ هو كان الاتحاد كان اجباري، كان الاتحاد الدولي كان عامل البطل افريقيا يخش على طول بطوله العالم للانديه. كان اخر مره 2015 2016 مع الكابتن احمد زكريا في البرازيل، النادي الاهلي شارك، وكان بعديها الجيش شارك بعديها على طول. بعد كده خلاص قالوا بالترتيب الدولي او الرانكينج، التصنيف الدولي الرانكينج يعني، طلعت افريقيا خالص من الموضوع بعيدة. ما شاركناش السنه اللي فاتت، هي اتلعبت في بولندا. السنه دي عندنا امل ان احنا نشارك، بس لازم طبعا في فلوس لازم تدفع، زائد مهم جدا الاتحاد الدولي شارط ان احنا نبان بمظهر كويس، يعني شارط كمان ان انا اجيب 2 محترفين عاليين جدا، مش اي محترف يعني، لان انا شارط ان انا اجيب 2 محترفين مستواهم عالي عشان النادي او الفرقه تبان بشكل كويس. هو عايز مستويات قويه في البطوله بالظبط كده، ما تبقاش مثلا كل فرقه بيبقى الماتشات 3-2 3-1 يكون فيه منافسه في كل المباريات، عايز المظهر يكون كويس يعني الافريقيه بالذات يعني. طيب من دلوقتي احنا في شهر 7 ل 11، 4 شهور، فتره اعداد بتعتبر طويله ولا المفروض الدوري يبدا مبكرا؟ هتشتغل ازاي في 4 شهور اعداد وانت عندك الموسم كله حوالي 6 شهور او 7 شهور؟ المشكله زي ما قلت لك ان في تقريبا 11 لعيب في المنتخب، 11، فبالتالي القوام كله مش موجود، القوام معظمه مش موجود يعني. معظمه باعتذار محمد عبد المنعم طبعا، لان هو في حاله برضو علاج هيرجع النادي الاهلي، فاحنا عندنا 10 في المنتخب والباقي في النادي. طبعا هي فتره طويله جدا، عندنا وقت طويل جدا ان احنا نعلي الحمل البدني، بس هم اللعيبه اللي بتبقى في النادي لازم ياخدوا حساسيه الماتشات والكلام ده كله. فيعني تقريبا اول تجميعه للنادي الاهلي هتبقى يوم 11/11 للعيبه كلها، 11/11 تقريبا يعني. فدي هتبقى فيها صعوبة شوية للناس اللي هي بتبقى مش في المنتخب يعني. ومش هيخشوا معاك ياخدوا راحة ويستعدوا برضه مباراة ودية، ده هيخشوا في المنافسات رسمي على طول. على طول. يعني ما عندكش وقت حتى ان انت تديهم راحة وتحضرهم. لا يعني لو هنشارك في بطولة العالم هتبقى العملية شوية صعبة شوية. صعبة جدا. طيب المنافسة في الدوري السنة الجاية شايفها ازاي؟ انك تكون بطل الدوري وبطل الكاس دي بتديك يعني حمل صعب انك لازم تحافظ على هذا المركز وهذه النتيجه، انك وصلت للقمه فلازم تحافظ عليها، الوصول للقمه صعب لكن الحفاظ عليها اصعب. طيب انا هكون معاك صريح جدا، انا معايا فريق قوي الحمد لله جدا بشهاده الجميع، لكن انا مش هلعب باسماء، انا هلعب بمجهود. انا يعني في سنه 2012 فرقه كانت كامله متكامله رائعه، رحنا خدنا رابع في بطوله افريقيا، فرقه كانت هايله، لكن انا مش هلعب باسماء، انا هلعب بمجهود. اللي هيلعب والله ويبذل مجهود في التمرين هو ده اللي هيلعب معايا وهيكسب، وهم عارفين كده كويس قوي اللعيبه. السنه الجايه كان في محترف واحد اللي بيلعب، السنه دي خلوها 2، فكل فرقه هتجيب محترفين، يعني الانديه المنافسه كلها هتجيب محترفين، هتجيب يعني في انتدابات كتيره للسموحه والزمالك والجيش بالذات، اللي هم دول منافسين النادي الاهلي. فالسنه دي هتبقى اصعب بمراحل بكتير جدا من السنه اللي فاتت، وانا بقولها للعيبه وبقولها للجمهور، السنه دي هتبقى اصعب بكتير قوي، الموسم الجاي ده هيبقى اصعب وصعب جدا، لان المنافسه هتبقى شرسه جدا في الدوري والكاس وافريقيا كمان ان شاء الله. ايه الرساله اللي تحب تقولها لهم طيب دلوقتي؟ يعني غالبا الكل بيتفرج وبيسمع، انسوا اللي فات، انسوا ان انتوا ابطال الدوري وابطال الكاس، خلاص بنقفل الصفحه وبنبدا مرحله جديده. دي كلها عوامل اكيد هتتكلم عليها في بدايه فتره الاعداد. والله انا عامل اجتماع بكره ان شاء الله معاهم، مع الاولاد كلهم. بدايه الموسم هتبقى، انا بالنسبه لي انا زي ما قلت لك انا مش هلعب باسماء، معايا اسماء عالميه زي احمد صلاح وعبد الله ومنعم وكتير وكتير في الفرقه، وعبو وعادل،
ومعوض وعبد العال وقطب وحسين، ناس اسمائها تقيله جدا. لكن انا مش هلعب باسماء، انا هلعب بالمجهود والناس اللي هتدي في الملعب هي اللي هتلعب. تمام. طيب استقبلت احمد صلاح ازاي؟ يعني احمد اول ما الاهلي اعلن تعاقد مع احمد، احد ابناء النادي الاهلي وبيموت في النادي الاهلي فعلا. بس احمد اخويا الصغير متربي على ايدي، يعني هو في النادي الاهلي طلع سنه، يمكن احمد صلاح لعب هو عنده 16 سنه درجه اولى لعب معايا يعني. انا مبسوط جدا ان هو رجع النادي الاهلي، كنت يعني مش عايز اقول لك انا كنت بتقطع من جوه واحمد صلاح وعبد الله بيلعبوا ضد النادي الاهلي. لكن هي هو ده الاحتراف، ويمكن لكل واحد ليه ظروفه. انت بقى ممكن كاعلامي ممكن تجيبه وتعرف ايه الظروف بتاعته بالظبط اللي خلاها يبعد عن النادي الاهلي، لكن هو انا اشهد لك واشهد للناس كلها ان احمد صلاح اهلاوي من ساس الراس جدا وبيحب النادي الاهلي جدا، هو عبد الله والناس كلها. لكن في ظروف بعدده شويه عن النادي الاهلي، ظروف الاحتراف وطبعا تامين مستقبله. الا ان هو برضو اقول لك ان احمد صلاح رفض قدامي عروض كتيره جدا جايه له السنه دي، وفعلا مش عايز اقول لك مبالغ كبيره، لكن فضل ان هو يرجع للنادي الاهلي عشان خاطر برضو يختم حياته فيه. واحمد صلاح لسه قدامه كتير بسم الله ما شاء الله. كانت لحظه مؤثره بالنسبه لك وانت مدير فني للفريق وجود عبد الله عبد السلام معاك واحمد صلاح، اللعيبه اللي لهم تاريخ كبير مع النادي الاهلي. انا لسه كنت بتكلم معاك حتى في الفاصل، عبد الله عبد السلام هو اول لعيب محترف اتعمل له مؤتمر صحفي في عام 2009 لما كان طالع بره في اوروبا وكان هيحترف من خلال النادي الاهلي. شعرت بايه في لما لقيت اللعيبه دي ونجوم النادي الاهلي بيرجعوا تاني بيتهم وموجودين مع فريق الطايره المرحله القادمه؟ ما انا بقول لك، لما كانوا بيلعبوا ضدي الواحد كان بيتقطع، لكن لما جم النادي الاهلي او عبد الله لما جه السنه اللي فاتت فعلا الواحد كان مبسوط جدا، كان مرتاح نفسيا، قائد في الملعب، بيعرف يوجه زمايله كويس جدا. واحمد صلاح هيبقى كذلك السنه دي، ومحمود رؤوف السنه دي رجع برده. وانا بقول لك ان اولاد النادي الاهلي هم اللي علموا الاولاد الناشئين اللي طالعين، اللي انا قلت لك اسمائهم من شويه دول، يوسف صافي ومجان والناس دي كلها ان شاء الله هيعرفوهم يعني ايه النادي الاهلي، هيعرفوهم يعني ايه التزام، هيعرفوهم يعني ايه تيجي في التمرين بدري ازاي، هيعرفوهم يعني ايه تعمل الجيم صح والكلام ده كله. مبسوط جدا انا برجوع اولاد النادي الاهلي، لان هم دول اللي هيسعدوا الجمهور ان شاء الله. الجمهور تطلب منه ايه؟ اكيد في مباريات افريقيه، هذه المباريات والبطولات هتكون خارج مصر، لسه هنشوف التنظيم الفتره القادمه الى اي الدول هيتم اسناد ليها تنظيم هذه البطولات. البطوله العربيه، جمهور الاهلي لما بيحضر ماتشات الطايره يعني وكانك في استاد ماتش كره قدم، بتبقى مباريات حاسمه وفيها تشجيع حماسي، وكنا حتى في المباريات النهائيه واحنا معاك حتى في العاب الصالات دايما دموعك بتبقى سابقاك بسبب الجمهور لما بتبقى حاضر المباريات النهائيه يا كابتن ميدو. لا طبعا الجمهور ده يعني السنه اللي فاتت ماتش الجيش الاخير دوت 25% من ان احنا سيطرنا على الماتش كان هو الجمهور ومنتهى الامانه، يعني الجمهور ليه مفعول السحر خصوصا في صاله النادي الاهلي. الجمهور عظيم جدا، كان شجع من اول نقطه لاخر نقطه، كان اللعيبه مبسوطه جدا وهي بتلعب، بيشجعوا بمنتهى الحراره. جمهور النادي الاهلي ده عظيم جدا، صعب قوي ان تلاقي جمهور في العالم كله زيه. فانا يعني بتمنى المسانده ليه على طول، حتى لو في اخفاقات ولا حاجه اتمنى المسانده الدائمه من الجمهور للنادي الاهلي للاعيبه النادي الاهلي. طيب في نقطه تحب تضيفها في جزئيه الاهلي قبل ما ننتقل للحديث عن دوره العاب البحر المتوسط؟ ما فيش حاجه خالص غير ان انا اتمنى بس الشفاء لقطب ونشوف المشهد ده تاني. نشوف المشهد. طبعا احمد سعيد ده لعيب ان شاء الله عالمي، ان شاء الله هيطلع جامد جدا احمد سعيد يعني ان شاء الله باذن الله. باذن الله. طيب تجربه بقى المشاركه في دوره الالعاب البحر المتوسط كمدير فني للمنتخب، تجربه كانت مختلفه بالنسبه لك، قيمتها ازاي وانت اديت مباريات جيده؟ كنت في اسبانيا ومقدونيا، فزت على اقدونيا 3-2، خسرت من اسبانيا، تاهلت المرحله بعد كده، كسبت تركيا 3-0، لعبت ايطاليا خسرت نصف النهائي، ثم لعبت مع اليونان في تحديد المركز الثالث والرابع. ننتقل للمنتخب. انا كنت ناوي اخد اجازه خالص بعد الموسم الشاق دوت، لان ما لحقتش يعني. صديقي العزيز ياسين امين اتصل بيه عضو مجلس اداره والكابتن المحترم شريف الشمرلي، اتصلوا بيا وقالوا لي ان عندك فرصه ان انت تمسك المنتخب. بمنتهى الامانه يعني فرصه ما تجيش كتير. اتصلت طبعا بالكابتن رؤوف عبد القادر وقلت له، وقال لي طبعا لازم طبعا موافقه المجلس الاداره، والحمد لله المجلس الاداره وافق. يوم 25/4 عملنا اول اجتماع ب 40 لعيب. عايز اقول لك ان احنا بنستعد لبطولتين، كان بطوله البحر المتوسط وبطوله العالم. بطوله البحر المتوسط كان 40 لعيب قدامي، تم اعتذار اول ما عملش اي حاجه، في 6 اعتذروا عشان بس الناس تكون معايا في الصوره ان منتخب مصر كان كامل. لا منتخب مصر ما كانش كامل، في 6 لعيبه اعتذروا. محمد معوض بظروف شغله، محمد عبد المنعم بظروف الاصابه بقى، محمد عبد المنعم واحمد قطب واحمد يوسف
وابو السعود وعبو، الستة دول اعتذروا قبل ما اعمل اي حاجة. واحنا ماشيين في الاعداد عبد الله عبد السلام والده ووالدته يعني تعبوا شوية اعتذر ما جاش معايا عبد الله عبد السلام، وفي اللعيب نادي الزمالك هشام شهاب الدين طارق ده اعتذر للإصابة ايضا. فانت عندك 8 اعتذروا، ده بخلاف الناس اللي كان عندها جيش احمد جلال ومحمد محسن، يعني انت عندك 10 اعتذروا من قوام المنتخب المصري المنتخب الكامل وعناصر في عناصر مميزه عناصر مميزه. فانا سافرت وانا ما عنديش مش قوام فول مش فول تيم خالص نهائي يعني، الا ان طبعا كلمت الكابتن شريف وعملنا كذا اجتماع ان احنا هنبتدي نستعين بشباب بتوع 23 سنه، هاجي لك معاه يعني بالاسماء بعد كده، بخلاف طبعا احمد صلاح وحسام ورضا هيكل واحمد عبد العال ودرونكا، دول اللي انا كنت دول الخمسه اللي كانوا يعتبروا خبره معايا. شهر رمضان احنا لعب يعني الاستعداد كان في مرحله شهر رمضان، شهر رمضان وانت عارف شهر رمضان ليه عاداته وتقاليده ونومه وصحيانه واكله والكلام ده كله، كان صعب جدا عليا ان انا اجمع اللعيبه في شهر رمضان ان تمرين صبح وبعد الظهر تدريبات على فترتين هتبقى صعبة يعني كان برضو كان شهر مؤثر جدا وما كانش فعال فنيا ده في شهر رمضان. بعد شهر رمضان على طول جت البطوله تمام، احنا سافرنا انا ما كنتش يعني كان في زي ما تقول كده ازمه شويه ما بين اللجنه الاولمبيه والسفاره الاسبانيه، سافرنا 8 لعيبه بس، 8 لعيبه بس، في 4 لعيبه ما سافروش وانا معاهم، اول عقبه يعني. فلما خدنا بصراحه السيده هويدا موندي رئيسه البعثه هناك بذلت مجهود كبير جدا عشان الاربعه يسافروا وانا معاهم، سافرنا من المطار على الملعب لعبنا اول ماتش في مقدونيا، من المطار على الملعب لك ان تتصور الكلام ده، لعبنا ماتش مقدونيا كسبناه 3-2، الماتش الثاني اسبانيا ماشي كمان مش بالمطار يعني، بس قبل ما تروح لموضوع الملعب مش من المطار للفندق وتاخد راحه قبلها بيوم وتاني يوم الماتش بقول لك من المطار للملعب من الدار للنار، لعبنا ماتش وكسبناه 3-2 الحمد لله. اسبانيا ظروفه كانت ماشين ايكوال ماتش 1-1، حسام يوسف المعد الاساسي صباعه يعني ورم باظ او اتصاب اصابه بالغه ما قدرش يكمل الماتش، اتغلبنا 3 كنا ماشيين واحده بواحده فعلا يعني كنا ممكن نكسب الماتش ده. طلعنا دور الثمانيه الولاد لعبوا ماتش تركي هايل كسبناه 3-0، لعبنا ماتش ايطاليا الساعه 10 الصبح في قبل النهائي. وماتش تركيا كان قبلها بيوم؟ لا قبلها يعني بناخد يوم يوم اجازه. ف 10 الصبح ده اللعيب المصري مش متعود خالص على ان هو يلعب ماتشات الصبح بدري قوي كده، كانت مفاجاه بالنسبه لي ان الماتش قبل النهائي في طول بحر المتوسط يتلعب الساعه 10 الصبح، واللعيبه طبعا ما بقولك ما صحيوش يعني وفرقه ايطاليا طبعا فرقه جيده جدا. لعبنا قبل النهائي كنا ثالث ورابع مع فرقه اليونان 3-2، برده نفس الموضوع احمد عبد العال جاله سبرين انكل ما قدرش يكمل الماتش، كنا خسرانين 2-0 الحمد لله يعني قدرنا ان احنا نرجع ل 2-2 وخسرنا في الاخر 3-2. انا بالنسبه لي انا كشخصيا مش متقبل النتيجه، انا كشخصيا كشخصيه محمد مصلح يعني لا انا رايح اكسب مش خارج مدرسه الاهلي عارف ان المركز الاول هو الاساس، لكن عقلانيا النتيجه مرضيه جدا حسب الظروف المحيطه بالمنتخب النتيجه مرضيه جدا. واللي يقول غير كده يبقى، لان انا في مكاسب كثيره جدا من البطوله دي حصلت، اللي هي انا لعبت 5 ماتشات انا مش لاقي ولا ماتش عشان العب بطوله العالم، مفيش ماتشات وديه انا ما رحتش غير ولا ماتش زي ما قلت لك من غير ولا ماتش ودي، انا لعبت 5 ماتشات وخمس ماتشات مع فرق منهم 4 بيلعبوا درجه اولى يعني فرق اول يعني اليونان واسبانيا ومقدونيا وتركيا فرق منتخبها الاول، فرقه ايطاليا اللي كسبت البطوله هي فرقه تاني سكند تيم في سكند تيم بس فرقه مش شباب لا يعني يعني 25 سنه وفرقه محترمه جدا وبتلعب ومعظمهم بيلعب في الدوري الايطالي، الدوري الايطالي ده اعظم دوري في العالم اعظم دوري في الكره الطايره. كسبت 7 ناشئين او مش 7 ناشئين 7 من تحت 23 سنه تم اشراكهم في البطوله، دول بقى اللي انت خدتهم معاك دول اللي انا خدتهم تمام، بخلاف يعني اللي انا سعيد وعادل عندهم شويه خبره لكن سنهم صغير عندهم 23 سنه، في عندي عبد الرحمن سعيد ده لعيب نادي الطيران، عندي عبد الرحمن حسين لعيب النادي الاهلي، عندي احمد ضياء وده مفاجاه من مفاجات البطوله ولد ممتاز جدا لعيب نادي سبورتنج، في مصطفى ابراهيم لعيب نادي الزمالك، وفي احمد صابر لعيب نادي الطيران. اللعيبه دي
السبعه دول قدرت ان انا نشرك معظمهم او يمكن كلهم في البطوله، ده انا اعتبره مكسب كبير جدا لمنتخب مصر لتكوينه بعد كده. لان انت لما بتيجي بتخطط لحاجه، انا بقول لك سنه 2020 اللي هو بعد طوكيو احتمال كبير قوي ما تقول لي ما تلاقيش عبد الله او احمد صلاح في الفرقه خلاص. يعني هم انا اعتقد وده تفكير صحيح 100% ان هم ان شاء الله باذن الله يلعبوا البطوله دي ويبطلوا دوليا خلاص. ان شاء الله مش هتلاقي غير اللعيبه دي هي اللي تساعد بقى في المنتخب المصري. فالتخطيط يمكن انا والكابتن شريف ومعانا الكابتن وائل العايدي، التخطيط لهذا ان هم الناس دي تبتدي تاخد دورها واحده واحده مع اللعيبه الكبار. الاهم من كل ده ان انت في الرانكينج بتاعك طلعت على تونس، تونس كسباك هنا في بطوله افريقيا 3-0. انت تونس خسرانه من تركيا هناك 3-2 وانت كسبت تركيا 3-0. فانت في الرانكينج تونس طلع سادس انت طالع رابع. فانا تونس المنافس بتاعك والشرس والقوي جدا في بطوله افريقيا، فانا طلعت رابع وهي طلعت سادس. فانا طلعت عن تونس دي بمجموعه الشباب دول، فانا كده يبقى انا كده قدرت ان انا في اطلع على تونس. فدي طبعا حاجه مهمه جدا بالنسبه لنا، ان انا حاجه نفسيه عشان خاطر ان شاء الله في التصفيات او بطوله افريقيا الجايه وتصفيات الاولمبياد لازم يعرفوا ان منتخب مصر لسه قوي جدا. طيب كابتن ميدو، طموحاتك الفتره القادمه يعني وانت بتقود منتخبنا الوطني في دوره العاب البحر المتوسط، ده في السي في بالنسبه لك بالتاكيد حاجه بتسعدنا، لكن طموحاتك على المستوى الشخصي بالنسبه لمشوارك مع النادي الاهلي بالنسبه للمنتخب فيما هو قادم؟ انا بالنسبه لي انا النادي الاهلي حياتي، يعني بحب النادي الاهلي جدا. اتمنى ان انا مش مساله مناصب يعني، لكن هو انا بقالي 33 سنه ما سبتش النادي الاهلي خالص، لعيب 20 سنه 11 سنه مدرب عام، ودي ثالث سنه ان شاء الله ليا مدير فني. ف 33 سنه للنادي الاهلي، اتمنى ان انا استمر في النادي الاهلي على طول لانه هو حياتي يعني بجد. يعني بالنسبه للمنتخب طبعا انا اتمنى ان احنا نعمل حاجه كويسه في بطوله العالم رغم صعوبه المجموعه اللي احنا فيها صعبه جدا وصعوبه الاستعداد ليها، الا انا عندي طموح برضو ان انا اطلع من الدور اللي بعده ان شاء الله. كابتن ميدو انا مبسوط ان كنت معاك النهارده في هذه الحلقه، اتكلمنا والقينا الضوء على نشاط الكره الطائره رجال في المرحله القادمه، مشاركتك مع منتخبنا الوطني وكنت مدير فني للمنتخب الوطني حاجه بتسعدنا كاهلاويه ان في مدير فني متميز داخل مدرسه النادي الاهلي بيقود المنتخب في دوره العاب البحر المتوسط وان شاء الله البطولات القادمه سواء على المستوى الافريقي او حتى على المستوى الدولي. حلقه كانت مهمه للمرحله القادمه ان شاء الله، نتمنى لك التوفيق فيما هو قادم وتكسب بقى كل هذه البطولات. عندك 7 بطولات يعني، تعال جمهور الاهلي 7 من 7 يعني، مش هيحاول مفيش رحمه. ربنا يسهل ان شاء الله، وانا اوعدهم ان احنا انا والجهاز الفني اللي معايا كله واللعيبه نبذل اقصى جهد لينا السنه الجايه بحيث ان احنا نسعدهم ان شاء الله ونحقق مزيد من البطولات. وده طبعا مجلس اداره يعني الكابتن خواحوت الخطيب اول ما كسبت بطوله افريقيا اتصل بيا قال لي انسوا وابتدوا اقفل الصفحه وبص في اللي جاي، وهو ده فعلا اللي بيحصل وهو ده اللي النادي الاهلي عايزه، سواء كانت اداره سواء كانت جماهير وسواء كانت لعيبه نفسها. تمام، شكرا ليك كابتن ميدو وموفق يا رب فيما هو قادم ان شاء الله. ان شاء الله، شكرا ليك. كانت حلقه